مستفيد من السكن مش لان ارى مستفيد نسقط عاديه انا كيف مشغلين السكن عاديه احنا ما عندنا شيء وخصنا عاديه ديالنا الارض ديالنا مازال ما بقاش الموزه الضم وين حق السكن باقي حق السكن انا واحد الشخص من هاد الناس المتضررين المجموعات بني مكاده مرس دهاري مده عام ونص وحنا ساكنين في هاد البقعه الارضيه ما جات لي عندنا سلطه ما جات لي عندنا حتى شي واحد وبنينا بقينا ساكنين عام جات واحد الفئه عام ونص جات واحد الفيده ضربت البراريك جا لعنا رئيس السيد الباشا ومن بعد طيحونا ورجع لعنا الولايه هنايا ووعدنا في الولايه جاء السيد محمد اليعقوبي والي السابق وقال له خرج عند الناس شوف هاد الناس هذا ما قال له خرج عند هاد الناس هذا ما شوف الحال ديالهم وبقى كيبكي معنا هنايا وقالنا دابا رجعوا للبلايص ديالكم ضربوا البراريك وبقينا 3 شهور حنا ساكنين في البراريك موراها 3 شهور جا الحمله الانتخابيه دخلوا لينا جوج دليل وطيحوا لنا الساكن ديالنا ومغير هاد موراها الساكن هذا رئيس اللائحه ديالنا متضرر معانا حاليا معانا بالبصمه ديالو بلا كارت ديالو كلشي ديالو حاليا رجع ديك الارض نص بقعه ارضيه ولكن حنايا ما غنتنازلوش على حقنا حنا ما غنتنازل ومغير 300 سكنه اللي تزادت في 2014 في 2014 تبنات فوق التيتر وحاليا في 2021 في 2021 حاليا عطاو الرخصه في هذه الارض هذه ها هي هذيك الرخصه ها هي حنا كان حاليا عطاو هذه الرخصه هذه تما في هذا الله الا هذا ما كان عندهم الفلوس حنا ما عندناش حنا الناس دراوش وحنا كنطالبوا حقنا جلاله المال عندي ثلاثه د الوليدات الولاد اللي فوق الخلاق اللي وليت تمايا هذاك توفى حنا هذيك الارض سكننا فيها عام ونص وحنا ساكنين وجات واحد الفئه عملت برارك حدانا منين يجاو يطيحوا لنا حلا الاولانيا وعاد طيحوا داك الناس البرارك هذوك الناس البرارك كاين اللي ماسكن شي حتى 24 ساعه هما داوهم للساكن كاينين الناس اللي ما عمرها سكنت في هذيك الارض داوهم للساكن السميه ديالنا داوهم بالفلوس حيت عطاو الفلوس وما عمر ديك الارض كانوا كيعرفوها نهائيا غير التليفونات حنا ما عندناش الفلوس الناس منين يريبوا لنا حنايا جاو لينا في جوج دالليل وطيحوا لنا وما مشيناش فحالنا باتنا تما ولا غد ليه داكشي اللي شاط عليهم التريب عطاوه العافيه كنطلبوا حقنا يعطيونا حقنا كنجيونا هنايا كيقول لنا طلعوا حقكم راه في الرباط طلعنا من الرباط كيقول لنا هاودوا حقكم راه صيفطناه للولايه كيبقاو يتلعبوا بينا هذا كيصيفطنا عند هذا السلام عليكم سميتي الحسن انا شخص مع هاد الناس المتضررين اللي تم الهدم ديالنا في 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 حي مقاطعه بني مكاده مرس الدهاري جاوا هاد الناس حنا سكننا عام ونص وطيحوا لنا هاد الناس وجراو علينا مشاو بحال مشينا بحالنا شردونا شعلوا فينا العافيه الحوايج ديالنا باقا ما لحد الان ها هما تحت الارض مردوما وجراو علينا ومن بعد ديك الساعه جا شخص بنا 300 سكنه اللي بناها في ديك الارض فوق التيتر وانا جراو عليه حيت هذاك عنده الفلوس انا درويش ومع ذلك 8 ديال الاشخاص من 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 نفس اللائحه ديالنا ها هما رجعوهم ديك الارض مستفيدين هما مستفيدين 8 ديال الاشخاص من اللائحه ديالنا انا زهره المساعلي كنا ساكنين في هالارض الحمد الودراسي ملي سكننا ما جا عندنا حتى شي واحد جا عندنا المقدم ما قالنا لا طيحوا ولا ما طيحوش ملي سكننا عام ونص جا عندنا المخزن هي والبوليس طيحوا انا كنت بانية بعت الدار دبابة الله يرحمه وبعت رزقي مثل راجل بعت رزقي وبني تما شي 7 مليون اللي تحرقوا تما ما تي مني انا هدر يغلبوني الدموع رزقي مشى لي تما ولادي مشاو لي تما رزق ولادي راه مشى لي تما راه كليت الشعط انا مرا كبيره وكليت العمود هادشي هذا راه بزاف نتمناو من السيد الوالي يجوا من حنا وعايش الملك وعايش الملك منعم العسري رئيس جمعيه مرسل الخير والنماء بمنطقه بمقاطعه بني مكاده
اولا شكرا للموقع 24 على التغطيه الاعلاميه. ثانيا انا كنمثل هاد الناس كفاعل مدني، ان هادو متضررين ديال الهدم ديال سنه 2012 بالمرز الدهاري، ومن ذاك الوقت وهما مساكين وحنا كنناضلوا من اجل الاستفاده ديال الحق في السكن كما يقول الدستور ولا في الدوله المغربيه. اذا حنا من ذاك الوقت وحنا مشيواجي جايين هنا، كاين وقفات احتجاجيه امام ولايه جهه طنجه تيتوان الحسيمه. ثانيا كانت وقفات احتجاجيه من غير هذا في الرباط، ولكن كان جات واحد لان هادو الناس ديال البناء ماشي الناس ديال الصافح، لان تما كاين جوج ديال كاين اللي بناو وكاين اللي كان عندهم صافح. جات واحد اتفاقيه ما بين ولايه جهه طنجه تيتوان الحسيمه ووزاره الاسكان وسياسه المدينه باعطاء الشقق. هاد الناس حتموا عليهم شي 540 الف درهم بالترافع ديالنا، وصلت زولوا لهم 40 الف درهم، ولكن حسبوهم مع الناس ديال الصافح ماشي الناس ديال البناء. هاد الناس هادوك من حقهم يكون عندهم تعويض، ماشي يكون عندهم استفاده بالمقابل. اذا التعويض ديالهم هما كيطالبوا بالقطعه الارضيه كما تم الاستفاده للجميع، لا الناس ديال الحافه ولا الناس ديال المرس، الناس اللي كانوا في الصافح. عاش الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا.